فيلمنا بيبدأ مع ديف وهو واقف في الشارع بيكلم نفسه من غير ما يكون حد شايفه، وبيبقى بيتمرن على الكلام مع بنت هو معجب بيها اسمها جين، وبيفضل يعيد في الكلام كأنها قدامه لحد ما بتكون في بنت طالعة من الحفلة اللي جنبه اسمها أوبري، وبتسأله هو بيكلم مين لأنها بتفتكره مجنون، فبيتخض منها وبيسألها عن اللي بتعمله جنبه، فبتقوله إنها كانت في الحفلة وما تعرفش حد فيها لأن كل أصحابها مع حبايبهم وهي لوحدها، لحد ما زهقت وقررت إنها تمشي من الحفلة لأنها مش مع حبيبها، فبيقولها إن هو كمان جاي مع أصحابه ولأنهم مش عارفين حد في الحفلة، فضلوا قاعدين ما بيعملوش حاجة لحد ما شاف جين البنت اللي هو معجب بيها وبيحاول يتمرن على الكلام معاها لانه نفسه يتكلم معاها لكنه خواف وجبان، وبيتعرفوا على بعض، وبتكمل اوبري كلام عن جين انه بيحبها وهي ما بتحبهوش وانه لازم يحاول يكلمها حتى لو مرتبطه باوسم شاب في المدينه اللي هو براندون، يمكن تكون هي كمان معجبه بيه ومستنيه يقوم بالخطوه الاولى. فبيقولها ديف انه يتمرن قدامها على الكلام اللي عايز يقوله لجين، بيطلع ورقه من جيبه كاتب فيها غزل لجين، وبيكون كاتب لها انه قبل ما يشوفها كان دايما بيحس بدوشه قويه في راسه واصوات كتير متداخله في بعض لدرجه انه ما كانش بيسمع صوته لحد ما شافها بالصدفه قدامه وهي لابسه الجاكيت المفضل بتاعها، ولحظتها كل الاصوات اللي في راسه اختفت وما بقاش سامع حاجه الا صوتها العذب وبس، وكان مستمتع بابتسامتها ليه لحظتها، وبيبص على اوبري بيلاقي علامه الاحباط على وشها، فبيفهم ان كلامه سخيف او ساذج، فبتقوله ان كلامه كويس لكن مش لجين لانها مش هتهتم بالغزل بتاعه وانها لازم تحس بحاجه مختلفه من ناحيته عشان تتشدله والا مش هتبص له اصلا، وساعتها هيفضل صديقها وبس ومش هيتحول ابدا لحبيبها. فبيفهمها ديف وبيعرض عليها انه يوصلها لبيتها لو تحب، فبتقوله انها مش هتنفع تسيب صحابها لوحدهم في الحفلة، وبيقعدوا هما الاتنين في الأرض لحد ما الحفلة بتخلص، وبتشتغل موسيقى هادية، فبيعرض ديف على أوبري إنها تقوم ترقص معاه وإنها ادت له ثقة في نفسه ولو رفضت هيحبط من تاني، فبتوافق أوبري إنها ترقص معاه في الشارع لحد ما الحفلة بتنتهي فجأة بسبب إن الشرطة بتدخل الحفلة وكل اللي فيها بيهربوا بما فيهم ديف وأوبري، وبيجروا سوا في الشارع وبيروح يوصلها لبيتها وبياخد رقمها، وبتعرض عليه إنه زي ما وصلها لحد بيتها تستضيفه شوية عندها، فبيدخل بيتها وبيروح لأوضتها وبيفضلوا قاعدين سوا يحكوا عن أحلامهم، وبيقول ديف إنه بيتمنى جين تحبه لأن نفسه يخرج معاها ويرقصوا سوا تحت المطر في ليل رومانسي زي ما كان زمان بيحصل، لكن الزمن دلوقتي اتغير واهتمامات الشباب كمان اتغيرت وبقى كل اللي يهمهم المظاهر الخارجيه وبس. فبتساله اوبري عن انطباعه الاولي عنها، هل هي البنت اللي تتحب بشكل رومانسي، فبيقول لها انه ما قابلش بنت زيها قبل كده، وبيصرحوا في الكلام سوا لحد ما بيناموا على الارض لتاني يوم، وبتكون والده اوبري بتصحيها من النوم عشان اتاخرت في النوم، وما بيكونش ديف قدامه طريق غير انه يهرب من الشباك بسرعه قبل ما والده اوبري تطلع او تدخل اوضتها، وبينط من الشباك على الجنينه وبيهرب بعيد عن بيتها، وبيفتكر انه مسجلش رقم تليفونها فبيحاول يرجع لها تاني لكنها بتكون دخلت اوضتها خلاص، وبيهرب بعيد وبيروح يقابل صحابه عشان يحكي لهم على اللي حصل كله، لكن سام صاحبه بيقول له انه اوبري اكيد ملهاش حبيب وقالت كده عشان ما تبانش انها سهله قدامه مش اكتر، واكيد هي معجبه بيه، فبيقول لهم ديف انه مش هيقدر يكلمها تاني لانه بيحب جين جدا وحاسس انه كده ممكن يخونها، ده غير انه لو عايز يكلمها مش هيعرف اصلا لانه مسجلش رقم موبايلها، فبيقول له سام انه هيساعده يوصل لرقمها، وبيتصل بواحد شغال في شؤون الطلبه في المدرسه وبيقدر ديف انه يجيب تليفون بيتها بس لانها مش مسجله رقم موبايلها في الشؤون، وبيحذروا سام انه ما يتصلش ببيت اوبري الا بعد 3 ايام عشان ما يبانش انه واقع قدامها، فبيأكد له ديف انه مش هيتصل بيها دلوقتي، واول ما بيدخل بيته بيتصل ببيت اوبري وبيرد عليه والدها وبيقول له ان صديق اوبري وعايز يكلمها، فبتستغرب اوبري ان ديف بيتصل بيها على رقم البيت، وبيعرض عليها انها تروح معاه السينما بالليل، فبتوافقه وبتروح لاهلها وبتقول لهم ان ديف صديقها عازمها على السينما وانها اكيد هيجي يوم وتعتمد على نفسها وتعيش لوحدها ولازم تتعود على الحياه الاستقلاليه من دلوقتي وعايزه تخرج مع ديف، فبيوافق اهلها على كلامها وبيسمحوا لها بالخروج معاه للسينما، وبتروح اوبري للسينما وبيكون معاها حبيبها روني عشان تقابل ديف، وبيتضايق ديف ان اوبري فعلا ليها حبيب عكس اللي سام قاله له، وبيكون ديف معاه جين واصحابها كمان وبيدخلوا كلهم السينما، لكن اوبري ما بتستمتعش بالفيلم بسبب انها مراقبه تحركات ديف لحد ما بتقوم من الفيلم وبتقعد بره القاعه، وبيخرج لها ديف وبيلاقيها بتتاسف له انها خليته ينط من الشباك بالرغم من انه كان ممكن يتكسر، فبياخد موبايلها وبيسجل رقمه عندها وبيقول لها انه مسامحها وانهم رايحين بعد السينما حفله في بيت صاحبه جين وحبيبها تيجي، فبتقول انها موافقه وهتيجي هي وروني، وبتقول انه سالها عن اللي بتتمناه واجابتها كانت عايزه تسافر وتروح اماكن جديده وما راحتهاش قبل كده، وده لان في مره كانت مسافره وتاهت في الطريق وتليفونها كان فصل شحن، وفضلت تتمشى في الطرق لحد ما قعدت جنب نافوره وتاملت في كل حاجه حواليها واستمتعت بالجو جدا وقتها، ومن لحظتها وهي نفسها تكرر الموقف تاني وتكتشف اماكن جديده وتسافر اماكن بعيده، وبيقطع روني كلامهم وبيطلب من اوبري انها ترجع تتفرج معاه على الفيلم السخيف اللي هما بيتفرجوا عليه، وبعد ما بيخلصوا بيروحوا كلهم على حفله صاحبه جين، وبيفضل روني يتكلم على مغامراته بحكم انه اكبر منهم كلهم، وبيكون كلامه ممل جدا لدرجه ان اوبري بتطلع بره البيت على الجنينه عشان تريح دماغها شويه، وبتلاقي جين قاعده بره وبتتعرف عليها وبتقول لها انهم اتقابلوا قبل كده، وبيبداوا يتكلموا عن ديف، وبتقول جين انه صديق جدع جدا ودايما بتلاقي اي وقت هي محتاجاه ودايما جنبها وانه احسن واقرب صديق ليها، ده غير انه ذكي
وبيديها نصايح في كل علاقاتها، ده غير معاملته المثالية مع أخت الصغيرة اللي عندها 5 سنين. والطبيعي إن الشباب اللي في عمره ما بيهتموش غير بنفسهم بس وبيكونوا أنانيين، إلا ديف اللي بيبقى عكس كده تماما، إنها بتتمنى واحد غير حبيبها يكون معاها، واحد بيهتم بيها ويكون رومانسي وبيحبها جدا. وبتفضل أوبري باصة لديف وبتتكلم مع جين إن أحيانا بيبقى قدامك الشخص المثالي ومش بتاخدي بالك منه إلا بعد ما يختفي، وما بيبانش هل هي بتتكلم عن ديف لجين ولا عن ديف لنفسها. وبيكون ديف هو كمان باصص لهم من بعيد، وبيلاقي رون بيقول له إنه بيحب أوبري جدا وانه اخيرا هيقدر يقضي معاها ليله النهارده لاول مره، لان كل ما يقرب منها بتحصل حاجه بتمنعه من تكمله اللي هو عايزه، واخر مره كان عنده برد فاعتذر منها، لكن المهم انهم هيقضوا الليله النهارده سوا اخيرا. وبيبص ديف تاني عليهم بيلاقيهم قاموا من مكانهم، وبتروح اوبري عشان تقعد لوحدها وتفكر في كلام جين، لكنها بتلاقي ديف جه عشان يتكلم معاها وبيترجاها انها ما تسلمش نفسها لروني لانه ما يستاهلهاش، فبتقول له انه مفيش سبب يمنعها من كده، وخصوصا انهم حاولوا كتير قبل كده وفشلوا، لكن المره دي مفيش حاجه تخليها ترجع عن قرارها. فبيقول لها انها لازم تستنى الشخص المناسب اللي يستاهلها فعلا، وبيحاول انه يتقرب منها، لكن روني بيجي لها فجاه وبيقول لها انهم لازم يمشوا حالا، فبيحاول ديف انه يمنع روني لكنهم بيتخانقوا، وبتحاول اوبري انها تفرق بينهم، وبتاخد روني وبتمشي من البيت. وبيروح ديف عشان يقعد لوحده في اوضه، وبيلاقي ان جين موجوده لوحدها وسكرانه وقاعده على السرير، وبتقول انها انفصلت عن حبيبها لانه شخص ساذج جدا ومش عايزه ترتبط بيه اكتر من كده. وبيروح ديف يقعد جنبها لكنه لاول مره يحس انه مش مشدود لجين لانه بدا يحب بنت غيرها وهي اوبري، وبمجرد ما بيستوعب كده بيستاذن جين وبيقول لها انه لازم يمشي حالا وهيبقى يكلمها بعدين، وبيفضل سايق عربيته وبيلف بيها وبيستغرب من تصرفه، لحد ما بيلاقي ان اوبري بعت له رساله عشان يجي ياخدها لانها اتخانقت مع حبيبها، ولما بتقابله بتقول له انها انفصلت عنه لانها منعته انه يقرب منها زي ما هو نصحها، ومش معنى انها انفصلت يبقى هتدخل في علاقه معاه بالسرعه دي ومحتاجه وقت تهدى بس، فبيوافقها على كلامها، وساعتها بتمسك ايده وبيكونوا هما الاثنين مبسوطين جدا. وفي خلال طريقهم بيشوفوا حادثه عربيه مقلوبه قدامهم، وبتضايق جدا اوبري من شكل الحادثه، وبتنزل من العربيه عشان تشم هوا، وبتفضل تعيط وهي زعلانه على شافته، وبتحضن ديف لحد ما بتهدى وبيقول لها انه بيحبها جدا، وبيقربوا لبعض اكتر. وبيجي تاني يوم، وبتكون اوبري بتذاكر وفي استراحتها بتتصل بديف عشان تحكي معاه، وبيقول لها انه في الجنينه مع اخته الصغيره عشان يلعبها شويه، وانها لو حابه تيجي فهو مستنيها. وبتجي له اوبري وبتعرف من ديف ان اخته الصغيره والدها هجرها من صغرها بسبب كتر الديون الموجوده عليه، وقرر يتنازل عن بيته ومراته وبنته كمان لمجرد انه يهرب من الضغط اللي فيه. وبتعجب اوبري بديف اكتر واكتر لانه شايل مسؤوليه اخته وبتحبه اكتر. وبعد ما بتروح بيتها بتلاقي ان اهلها رايحين حفله خيريه، وهتفضل هي قاعده في البيت لوحدها، فبتتصل بيه وبتقول له انه لو حابب يجي يقعد معاها شويه، فبيجي لها، وبدل ما يجيب لها ورد بيجيب لها مجلات لان عندها هوايه قص ورق المجلات عشان تعمل بيها اشكال فنيه جميله. بيفضلوا يتكلموا سوا وبيتقربوا لبعض اكتر، وقبل ما يعملوا اي حاجه بيقرروا انهم ياجلوا خطوتهم لمره ثانيه لانهم عايزين علاقتهم تمشي بهدوء وما تبقاش قايمه على الشهوه وبس، لكنهم ما بيقدروش يقاوموا حبهم لبعض، وبتحصل بينهم علاقه بتكون الاولى لكل واحد فيهم، لكن بعدها ما بيبقوش مبسوطين لانهم اتكسفوا من بعض ومن اللي عملوه، وما بيقدروش انهم يتكلموا براحتهم زي الاول. وبتقول له اوبري انها لازم تخلص الواجب بتاعها دلوقتي، وبيفهم منها بتقول له يمشي، وشبه بتطرده بره البيت. فبيسالها تحب يخرج من باب البيت ولا من الشباك زي المره اللي فاتت، فبتخرجه من باب البيت وبيقول لها انه هيبقى يتصل بيها، وبترفض انها تسلم عليه حتى، وبيمشي وهو متضايق. وما بتشوفه متضايق بتقول له انها هتبقى تتصل بيه بس تعدي فتره الامتحانات الحاليه عشان هتبقى مشتته شويه بسبب المذاكره، لكنه بيفضل متضايق بسبب ان الليله انتهت بالشكل ده وكان بيتمناها تنتهي بشكل احسن من كده. وبيروح يقعد في عربيته وبيفضل ماسك موبايله على امل انها تتصل بيه. وبتفضل اوبري هي كمان قاعده على سريرها ماسكه موبايلها مستنيه ديف يتصل بيها هي كمان. وبيروح على اصحابه وبيقابلهم وبيقول لهم ان الموضوع مختلف تماما قبل العلاقه وبعدها، وان قبلها بيشوفوا ان الموضوع جميل ومثالي ومميز، لكن بعدها بيكون الموضوع سخيف زي ما حصل معاه، وانه بيتمنى لو يقدر يرجع بالزمن لاول مره قابل فيها اوبري. وبيقول له سام صديقه انه ممكن يعتبر اللي حصل مجرد تجربه وبس، وينسى اوبري خالص وما يحاولش يتواصل معاه تاني، لان احسن له انه ينسى اللي حصل كله. وده بيكون راي سام صاحبه، لكن بيك صاحبه بيقول لي راي تاني، وبيقول لي ديف انه كان بيدور على حظه دايما، واما لقاه بيفكر ازاي يبعد عنه وده غلط، ولازم يتمسك بنصيبه وحبه اكتر من كده، وما يبقاش سلبي لمجرد انه عمل حاجه مش راضي عنها. وبيقول له انه لازم يبقى راجل ويتمسك باوبري لانها كمان بتحبه. وبتكون اوبري فعلا مستنيه انه يتصل بيها في اي وقت، وبتصحى من النوم فجاه لما موبايلها بيرن، لكنه بيطلع روني هو اللي بيتصل بيها عشان عايز يرجع لها من تاني، فبتقول له انها محتاجه تنام دلوقتي وهتبقى تتصل بيه بعدين، وبتنام وهي محبطه لان مش ديف هو اللي اتصل بيها، وبتفضل صاحيه طول الليل من غير نوم، وبتنزل لاهلها عشان تفطر، وبتقول لهم انها قابلت شاب مثالي جدا وتقريبا هي اللي ضيعته من ايدها، فبتقول لها والدتها انها لو بتحبه وهو بيحبها هتلاقيه تاني قدامها. وبتخرج اوبري من باب بيتها بتلاقي ان ديف فعلا واقف قدامها وبيقول لها انه عايز يتكلم معاها، وبيقول لها انه بيحبها ونفسه يفضل يتكلم معاها ويعرف كل تفاصيل يومها من غير انقطاع، ده غير انه مش بيعرف يتكلم عن الحب والرومانسيه لكنه عايز يفضل باصص لها وبس. فبتقول له انها رايحه المدرسه وممكن ياخدها معاه في طريقه، وبتقول له انها موافقه يتكلموا سوا زي الاول ويتعرفوا على بعض اكتر واكتر كمان. فبيفرح ديف جدا من كلامها و
واما بيوصلها للمدرسه بينزل يفتح لها باب العربيه زي ما كانت بتتمنى، وبيقول لها انه بيحبها جدا ونفسه يسعدها زي ما هي بتتمنى. وقبل ما بتروح مدرستها بتحضنه، وبيكونوا رجعوا هما الاثنين لبعض من تاني، وبيكون كل واحد لقى في التاني اللي بيتمناه. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هاكونا ماتاتا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.